او يكسبوا. في مباراه مهمه جدا الاسبوع اللي جاي، مباراه الاهلي والزمالك. مباراه الاهلي والزمالك، اتحاد اليد مشي على درب اتحاد كره السله، بمعنى ان اتحاد اليد كان اتحدد ميعاد لمباريات في الدور التمهيدي، اتحدد ميعاد مباريات الفرق، بس هو اشترط شرط، قال ان مباراه الاهلي والزمالك هتبقى في الاهلي هتبقى في الزمالك هتطلع لملعب خارجي لملعب محايد. هو قال كده في القرعه بتاعته، حاجه تحترم جدا. مهم صاله الاهلي هي كانت المكان في القرعه، ان كان النادي الاهلي يلعب في ملعبه. مهم اتحاد اليد قال لك لا هنخرج لصاله 6 اكتوبر. كويس، كل ده كويس لغايه وقتنا هذا. اكيد قبل برضو احترامنا الكامل لاتحاد اليد كاملا. احنا في الاخر بنعرض مشكله ممكن تحصل شفناها لسه من يومين. المهم اتحاد اليد قرر بعد جواب هيطلع قدامنا ان 50 50، ان عندهم اجتماع تنسيقي يوم الثلاثاء اللي جاي بيتكلم على ان 50 من النادي الاهلي و50 من نادي الزمالك. الاجتماع التنسيقي منسق عام الكابتن احمد مصطفى رئيس منطقه الجيزه. خلينا نقرا الجواب، نشوف الجواب قدامنا بيقول ايه. يسعدني نظرا لاقامه مباراه الاهلي والزمالك الجمعه الموافق 6/29/11 على صاله 6 اكتوبر. نرجو من سيادتكم الحضور، معلش الورق الخط مش باين شويه، الاجتماع الفني الخاص بالمباراه يوم الثلاثاء الموافق 26/11 في تمام الساعه 2:10 بمقر الاتحاد، على ان يكون برفقه كشف باسماء الساده الحضور. وفي الاخر بيقول على ان يتعدى عدد الحضور 50 شخص ممثلين للنادي وهكذا. طيب 50 شخص اللي احنا بنتكلم عليهم دول 50 للزمالك و50 للاهلي. عايزين بس نعد ونقول اتحاد اليد بس قبل ما يعمل قرارات وقبل ما يقعد الاجتماع التنسيقي نقول له كلمتين مهمين. ال 50 حضرتك بتتكلم عليهم، في 12 مجلس اداره، في مدير تنفيذي للنادي، في مدير نشاط رياضي، في مدير مباريات، في مدير امن، كده دول 16. يبقى دخلنا في 34 كرسي لمين؟ للساده الحضور. الساده الحضور كمان اللي هم مين؟ مهم جدا. عندنا مباراه مرتبط وعندنا مباراه درجه اولى، دول 18 لعيب ودول 18 لعيب. نقول للاسره فرد واحد فقط؟ ما ينفعش. هنقول للاسره اللي هي يجي يعني واحد ومراته، مراته تخش وهو يقعد يستناها بره؟ ما ينفعش. اتمنى الاتحاد الاهلي يعيد مره ثانيه العدد، لان المباراتين مهمين اهلي وزمالك مرتبط ودرجه اولى للفرقتين. انا بتكلم دلوقتي على العدد اللي هو داخل، الجمهور اللي داخل، لسه ما كناش على عدد الاتحاد كمان. فاتمنى الاتحاد اليد نطلع ل 100، لان لو حسبتها حسبه بسيطه 2 في 36 لعيب 18 درجه اولى و18 مرتبط، دخلنا في كام؟ دخلنا في 72 واحد اسره. دي اسره ما قلناش حتى يعني مدرب او راجل قديم لعيب قديم او جمهور. قلنا جمهور لا، انت قلت ان هو بكارنيهات الاتحاد او الناس المسؤولين. اتمنى العدد يتنظر مره ثانيه في العدد اللي هو 50، علشان نقدر ندخل للاهلي والزمالك نقدر ندخل الاعداد المتناسبه مع المباراه. دي رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك اتحاد يد هتدخل كام واحد؟ مهم جدا تقول لنا هتدخل كام واحد، ليه؟ ما تقولش انا صاحب المباراه، لان حضرتك النهارده العدد اللي هيخش من اتحاد اليد ناس هتقول ده دخل تبع الزمالك وناس هتقول ده دخل تبع الاهلي. اتمنى ان احنا نراعي ده. انت النهارده اتحاد يد فاصل بين الاهلي والزمالك. حضرتك هتدخل هتدعو مين؟ مجلس اداره الاتحاد المصري او العاملين في الاتحاد المصري، وليس بتدعو نجوم للعبه، لان لو دعيت نجوم للعبه من الزمالك يبقى لازم هتدعوهم من الاهلي. هتدعي خمسه من هنا هتدعي خمسه من هنا. فلو سمحت برضو في المحضر التنسيقي يتكتب ان اتحاد اليد هيدعو 10 افراد اسمائهم موجوده، وفي نفس الوقت كمان الصحفيين الاسماء اللي داخله تبقى موجوده. يبقى كده فير. هنروح لاخر نقطه، كابتن احمد مصطفى وهو منسق عام المباراه، هو رئيس منطقه الجيزه لكره اليد، اثق فيه تماما، حد محترم جدا بصراحه شديده. اتمنى منه وهو واقف في المباراه ان الاهلي والزمالك يكون الاعداد مظبوطه. حضرتك مسؤول فاصل بين الفرقتين، عايزين المباراه تعدي مباراه حلوه، مباراه تليق الاهلي والزمالك، مش عايزين اعداد زياده، مش عايزين حد يتحسب على نادي الزمالك او يتحسب على نادي الاهلي، عايزين الفير بين الفرقتين. اخر حاجه لاتحاد اليد اقول لهم ممكن تعملوا بادجات 100 بادج يتوزعوا ويتعلقوا زي موضوع تذكرتي بالظبط، يدوهم 100 للاهلي و100 للزمالك، والاتحاد الهاندبول يلبس حاجه ثانيه، يبقى الامور فير. يبقى حتى وانت قاعد في المدرجات كراجل رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري او الاتحاد المصري عارف ده اهلي او زمالك،
مش هتقعد تدور عليه كتير عشان ما تقولش ده جمهور ايه او ده جمهور ايه، واللي مش لابس يبقى هو ده الزياده. اتمنى ان تكون الرساله وصلت للاتحاد المصري، وانا بقول لهم خطوه كويسه اتمناها الخطوه اللي جايه يكون في جماهير تخش الى ارض الملعب. هنسيب اتحاد اليد وهنسيب الاجتماع التنسيقي وهن